تفضل. بعزيمة وصبر الجندي وبروح السلام التي في داخل الإنسان السوري، خطت قدماه مسيرة بدأها من بشنين في مصياف متجهاً إلى دمشق، حملاً معه ثقة الوصول وقوة التحدي. أنا الثاني على رأس عملي، وعدت البكالوريا وأنا طالب بكلية العلوم السياسية بالإضافة، وهي رسالة وفاء وإخلاص لشهدائنا وجرحانا اللي ضحوا لحتى نحن هون. يعني اليوم مرقنا بطريق حرستا، مرقنا على دم لزملاء من إلنا وأشخاص ضحوا بدمهم لحتى انفتح الطريق ووصلنا لهون، وهي رسالة محبة وسلام. يعني نحن زرنا معلولة، باركنا بالدير، زرنا معضمية القلمون، جيرود، دوما، جرمانة، اليوم فتنا بكل الغوطة، حمورية، سقبة، بكل المناطق، كل أهالي، يعني ما بنعرف حدا، كله بيستقبلنا بالقلب الطيب. هذا هو الشعب السوري اللي نحن بنعرفه من وقت ما خلقنا لهلق، يعني ما تغير شيء. بانوراما حرب تشرين التحريرية في منطقة العدوي كانت إحدى المحطات الكثيرة التي مر بها النقيب علي محسن علي خلال مسيره، وكما كل مكان حل به كان له استقبال خاص. بشكر كل من ساهم في البطولة اللي انت عم تعملها هلأ. نحن كاتحاد رياضي عسكري مشكرك جدا جدا، منقل لك نتمنى لك التوفيق، نتمنى لزملائك يكون انت يعني البوصلة لهم، انه شوفوا شو صار. انا كنت بطل بالميدان وبطل هلأ بالرياضة، وان شاء الله دائما راح نشوفكم ابطال، نحن راح نوقف بجنبكم، انتوا اللي قدمتوه، نحن ما عملنا شيء. من بانوراما حرب تشرين التحريرية، أحد النقاط التي مر بها النقيب علي علي خلال رحلته من مصياف إلى دمشق بخطى ثابتة وواعدة، ليقول للعالم أجمع بأن الجندي العربي السوري كما كان قادرا خلال الحرب، هو أيضا قادر على أن يرسل رسالة السلام إلى العالم أجمع. من هنا نستمر في المسير إلى باقي المحطات، تابعونا. من ساحة الأمويين في دمشق، هنا المحطة قبل الأخيرة في رحلة النقيب علي محسن علي، والذي بدأها من قريته في مصياف إلى دمشق، رحلة لانتصار جرحى الجيش العربي السوري ولانتصار الجندي المقاتل دائما. من هنا نرصد معكم بقية الرحلة، تابعونا. جراحه في الميدان لم توقفه عن بسالته إلى جانب رفاق السلاح، ولم تثنه عن استكمال الدراسة، بل دفعته ليسير في طريق طويلة، كاتبا في كل خطوة منها رسالة ابن سوريا الأصيلة، رسالة المحبة والسلام. للإخبارية السورية، سلمى هادي.